المغربي ابن بطوطة كان في وقت مبكر من القرن الرابع عشر زار الصين، وأيضا هو في كتابه قدم إلى العالم عادات الصينية الغنية والملون إلى العالم. ففي بداية ممكن تتحدث إلينا حول يعني العلاقات التاريخية بين الصين والمغرب؟ العلاقات بين المغرب والصين هي بالفعل علاقات قديمة جدا، لأننا ننتمي إلى دولتين ضاربتين في التاريخ. تاريخ الصين يعود إلى ربما أكثر من 5000 سنة، والتاريخ المعروف للمغرب يعود إلى الأقل أكثر من 2400 سنة. الحدث التاريخي بطبيعة الحال الذي يعرفه الجميع هو زيارة الرحاب. إذن السلام عليكم مشاهدي الكرام، وأهلا وسهلا بكم على قناتنا وقناتكم إمبيتوب. أصدقاء، في هذا الفيديو هذا غادي تشوفوا معايا المغرب والصين والشراكة المتينة بين البلدين، وأيضا كما شفتوا معايا في مقدمة البرنامج إشادات كبيرة عن عراقة المغرب وعن تاريخ المغرب وعن كثير من الأشياء تخص المغرب في الصناعة والفلاحة، انبهار قناة صينية من تطور المغرب المستمر، وأيضا انبهارها خاصة من تاريخ المغرب وتراث المغرب العريق. أيضا غادي تشوفوا معايا على أن يعني كيتكلموا على الشراكات بين البلدين المتينة والقوية، وكما كتعرفوا كاملين فثالث شريك للمغرب هو الصين. وأيضا بعد ما شفنا تبهديلة اللي تبهدلات الجزائر يعني في القمة ديال الصين، فاش كانوا بغين يدخلوا يعني وفد من البوليساريو، فشفنا على أن الصين تتزيد تتقوي وتتوطد العلاقات ديالها مع المغرب. الأصدقاء، ما نطولوش بزاف، نعطيكم عنوان حلقة اليوم وندوزوا الفيديو مباشرة. الصين، المال والآمال، مقابلة مع سفير المغرب لدى الصين، العلاقات الصينية المغربية في العصر الجديد. خليكم مع الفيديو. المغرب لؤلؤة شمال إفريقيا في إطار البناء المشترك للحزام والطريق. في السنوات الأخيرة شهدت الصين والمغرب منفعة متبادلة في مجالات الاقتصاد والتبادلات والتعلم المتبادل في الثقافة، مما أدى إلى تزايد التبادلات في مختلف القطاعات، حيث أصبح التحديث الصيني النمط مرتبطا بشكل وثيق بالنموذج التنموي الجديد للمغرب. وإحياء للذكرى 75 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، أجرى برنامج صين المال والأعمال مقابلة حصرية مع سفير المغرب لدى الصين، حيث يتحدث عن أبعاد جديدة للتعاون الصيني المغربي في العصر الجديد. نعم سفير، شكرا جزيلا. في البداية نشكركم على قبولكم لإجراء مقابل حصرية مع سي جي تي العربية، برنامج الصين المال والأعمال. نعم، سؤال الأول نتوجه إليكم حول يعني تاريخ تبادلات ثقافية وتاريخية بين الصين والمغرب. نعلم يوجد رحى مشهور المغربي ابن بطوطة كان في وقت مبكر من القرن الرابع عشر زار الصين، وأيضا هو في كتابه قدم إلى العالم عادات الصينية الغنية والملون إلى العالم. ففي بداية ممكن تتحدث إلينا حول يعني العلاقات التاريخية بين الصين والمغرب. شكرا جزيلا على دعوتكم الكريمة، وأهلا وسهلا بالسادة والسيدات مشاهدي قناتكم. شكرا. العلاقات بين المغرب والصين هي بالفعل علاقات قديمة جدا، لأننا ننتمي إلى دولتين ضاربتين في التاريخ. تاريخ الصين يعود إلى ربما أكثر من 5000 سنة، والتاريخ المعروف للمغرب يعود إلى الأقل أكثر من 2400 سنة. الحدث التاريخي بطبيعة الحال الذي يعرفه الجميع هو زيارة الرحالة ابن بطوطة في القرن الرابع عشر إلى الصين، حيث
مكث هنا سنتين. كيفما كان الحال العلاقات استمرت بين الصين والمغرب، علاقة تجارية، علاقة تبادل للسلع، لأتواب، للتوابل. وهناك بطبيعة الحال حدث تاريخي آخر هو دخول الشاي الصيني إلى المغرب في القرن 18، حيث أصبح الشاي الأخضر الصيني الآن يسمى الشاي مغربي، يعني هو شاي صيني، صيني أخضر أصلي، شاي أخضر من الصين، ولكن الآن أصبح يسمى شاي مغربي لأنه يهيأ بطريقة مغربية. طب علاقتنا استمرت من خلال زيارات لرحالة ولمفكرين، ربما كان كذلك عدد من التجار الذين سافروا في الاتجاهين خلال القرون الماضية. وفي العصر الحديث بطبيعة الحال علاقاتنا تعود، الدبلوماسية الرسمية تعود إلى سنة 1958، حيث أن المغرب هو ثاني بلد إفريقي ربط علاقات دبلوماسية رسمية مع جمهورية الصين الشعبية. ومنذ ذلك الحين علاقتنا أصبحت يعني متكاثرة، وهي علاقات مبنية على الصداقة، مبنية على الوفاء، مبنية على الاحترام المتبادل، مبنية على التضامن، ومبنية كذلك على ربما رؤية مشتركة إلى المستقبل. نعم، كما ذكرتم سعى السفير تم إقامة علاقات دبلوماسية بين الصين والمغرب في عام 1958، وخلال يعني 66 عام منذ إقامة هذه العلاقات، كيف ستقيمون النتائج المحققة المثمرة بين الجانبين؟ قلت العلاقات بين البلدين كانت دائما علاقات صداقة، وعلاقات مبنية على الاحترام ومبنية على مبادئ. المغرب والصين منذ البداية دولتين كانتا تدافعان على مبدأ السيادة الوطنية، على مبدأ الوحدة الترابية، على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، على مبدأ مجتمع دولي مبني على العلاقات المتعددة الأطراف. الصين والمغرب كذلك دولتان يدافعان في المحافل الدولية عن الأمن والسلم، ويطالبون باقتصاد متوازن يسمح للدول السائرة في طريق النمو للارتقاء إلى مستويات أعلى ووصول إلى مستوى الازدهار. هذه العلاقات تطورت بشكل كبير منذ القرن الماضي، ولكن شهدت منعطف تاريخي مهم، وهو زيارة جلالة الملك محمد السادس ملك المغرب إلى بكين في ماي 2016. خلال هذه الزيارة تم الاتفاق بين جلالة الملك محمد السادس و فخامة الرئيس شي جين بينغ على إرساء شراكة استراتيجية بين المغرب والصين تنبني على ثلاث محاور رئيسية. المحور الأول هو الجانب السياسي، هناك تشاور سياسي مستمر، هناك تنسيق في المواقف، وكما قلت هذا التشاور وهذا التنسيق مبني على المبادئ التي ذكرتها من قبل. هناك شراكة اقتصادية تسعى إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب والصين في جميع المجالات، وخصوصا في بعض المجالات الآن التي تعرف تطور تكنولوجي وتقني مهم، كصناعة السيارات، كالطاقة المتجددة، كالفلاحة، كمشاريع البنية التحتية إلى آخره. وهناك شق ثالث يهتم بالعلاقات الثقافية والإنسانية، وفي هذا الصدد أود الإشارة على الخصوص إلى قرار جلالة الملك محمد السادس ملك المغرب لإعفاء المواطنين الصينيين من التأشيرة للدخول إلى المغرب، فالآن
أي مواطن صيني منذ 2016 يمكنه أن يسافر بكل حرية إلى المغرب، ونحن نتطلع في المغرب إلى استقبال أعداد كبيرة من السياح الصينيين الأصدقاء. هناك كذلك عدد من الطلبة المغاربة الآن متواجدين بجامعات الصينية، وكذلك علاقاتنا الثقافية كذلك مهمة جدا، لأننا ننتمي كما قلت إلى دولتين عريقتين في التاريخ. نعم سعد سفير، المغرب يتمتع بثروات سياحية متميزة، وممكن يقدم للسياح التجارب يعني الفريدة للتمتع بها. يوجد كثير من علبات أو بعض يعني أدوات يدوية مثل الجدار خلفكم، هذا الرسم يعني متميز يمثل يعني الثقافة المغربية. فمزيد من هذا الحديث، ممكن تقدم لنا مزيد من المعلومات حول التدابير التي نفذها المغرب لجذب السياح الأجانب؟ المغرب انطلق في سياسته السياحية منذ أكثر من 50 سنة. نعم. ابتدأ أولا بوضع الإطار القانوني لتنظيم قطاع السياحة والصناعة السياحية في المغرب. نعم. ثانيا هناك منذ أكثر من 50 سنة تشجيعات كبيرة قدمتها الحكومة والدولة المغربية للمستثمرين في قطاع السياحة، في بناء الفنادق، في بناء الشقق المعدة للكراء للأجانب، في بناء المنتزهات. هناك كذلك مجهود كبير الذي تم القيام به لإقامة المطاعم وجميع المرافق التي يحتاجها السائح في زيارته لأي بلد وللمغرب. ولكن أكثر من هذا، ما هو مهم أن يعرفه المشاهدون الكرام لقناتكم، هو أن المغرب بلد آمن يمكن لأي سائح، وخصوصا للسائح الصيني، سواء بصفة فردية أو في إطار مجموعة أو بالنسبة لزيارة عائلية، يمكنه أن يأتي إلى المغرب ويقضي عطلته بكل أمن وأمان. وهذا أكبر محفز للسياحة في نظري. فالآن المغرب وفر كذلك عدد من التجهيزات الرياضية بالنسبة كالغولف مثلا بالنسبة للسياح الصينيين، أو بعض الرياضات الجبلية، أو بعض الرياضات التي يقوم بها السياح في خصوصا في المناطق الصحراوية. وهناك بطبيعة الحال ربما المشاهدين الكرام يعرفون الحدث الكبير الذي سينظمه المغرب بعد 6 سنوات، وهو كأس العالم لكرة القدم سنة 2030. وهذا الحدث العالمي سيستقطب كذلك عدد كبير من السياح الأجانب، ونتمنى أن يكون هناك كذلك عدد يعني لا بأس به من السياح الصينيين الذين سيزورون المغرب في هذه المناسبة. أود أن أشير كذلك أن ابتداء من بداية السنة المقبلة من يناير 2025 سيتم إعادة الخط المباشر، خط الطيران المباشر بين الدار البيضاء وبكين. ربما ستقتصر الوقت على السياح الصينيين إلى المغرب وإلى المناطق المحيطة بالمغرب. نعم بكل تأكيد، هذا إعادة هذا الخطوط الجوية سوف يقصر الوقت، وأيضا سوف يعزز السوق السياحية، ليس فقط السوق السياحية. نعلم في الوقت الحاضر تتطور علاقات اقتصادية وتجارية بين الصين والمغرب تطورا سريعا. هل يمكنكم التحدث عن إجراءات التي طرحها المغرب لتسهيل أنشطة استثمارية الأجنبية في المغرب؟ بعد زيارة جلالة الملك محمد السادس لبكين في 2016، جلالته اتخذ قرارين مهمين. الأول هو الذي تحدث عليه والمتعلق بإعفاء المواطنين الصينيين من التأشيرة للدخول المغرب. القرار الثاني هو إنشاء مدينة خاصة
شمال المغرب قرب مدينة طنجة معروفة شمال المغرب. نعم. مدينة جديدة ستخصص لاستقبال الاستثمارات الصينية في المغرب، وهي المدينة التي نسميها مدينة محمد السادس التقنية. منذ الآن أكثر من سنتين هذه المنطقة ومناطق أخرى في المغرب تستقبل عشرات الآن من الشركات الصينية الكبيرة في جميع المجالات، ونحن نتطلع إلى استقبال عدد أكبر من الشركات الصينية، لأن بطبيعة الحال الصين دولة عظيمة وهذا ثاني اقتصاد في العالم، وأظن أن الشركات الصينية الكبرى والمتوسطة التابعة للدولة وكذلك التابعة للقطاع الخاص تبحث عن دول شريكة وعن مناطق أخرى للاستثمار. من ناحية ثانية المغرب هو من الدول القليلة في منطقته وربما أقول في العالم الذي يوفر كل الظروف والتحفيزات لاستقبال مستثمر الأجانب. أولا موقع المغرب الجيوستراتيجي الذي هو في قريب من الأسواق الأوروبية، قريب من شمال أمريكا، هو مدخل للقارة الإفريقية يسمح له بأن يكون جسر للشركات وللمنتجات الصينية. ثانيا المغرب لديه مناخ اقتصادي محفز وإيجابي جدا. ثالثا المغرب يتوفر على كفاءات مهنية عالية جدا، لأن أي مستثمر يبحث أولا وقبل كل شيء عن كفاءات مهنية وعن مهندسين وعن تقنيين في البلد الذي يريد أن يستثمر فيه. رابعا المغرب الآن منذ 20 سنة، ولكن خلال السنتين الماضيتين على الخصوص أطلق برعاية جلالة الملك محمد السادس عدد كبير من المشاريع في عدد مهم من القطاعات، البنية التحتية، الطاقة المتجددة، قطاع السيارات، قطاعات صناعة الطائرات، في بناء الموانئ، في بناء القطارات ذات السرعة الفائقة. فهناك عدد كبير من المشاريع الآن التي يتم إنجازها لتمكين الاقتصاد المغربي من التقدم والازدهار. ونحن نظن ومقتنعون في المغرب أن هناك مجال حقيقي لتواجد الشركات الصينية بالمغرب والاستثمار في المغرب في إطار شراكة رابح رابح مع رجال الأعمال المغاربة، لأن المغرب كذلك كما قلت يشكل جسر حقيقي نحو الأسواق المستهلكة، بحكم أن المغرب تربطه مع عدد كبير من الدول والجهات باتفاقيات للتبادل الحر. إن طبيعة الأعمال هي جلب القيمة. أنشطة الأعمال في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة حيث المستهلكون العالميون، التجارة، الصناعة، الطاقة، التكنولوجيا الفائقة، العقارات، الاستهلاك. نقدم نظرة موسعة عن الأعمال الدولية وكيف تغطي العالم كله وتؤثر فيه وتترابط معه. صين المال والأعمال فقط على CGTN العربية. نعم، نظرا لجغرافية الاستراتيجية المتميز وأيضا بنية تحتية القوية وأيضا يعني سياسات تفضيلية في المغرب، فكيف تنظر إلى يعني تعاون بين الصين ومغرب في مجالات السيارات بالطاقة الجديد؟ أولا هناك شيء مهم لا بد الإشارة إليه، هو أن العلاقات السياسية بين المغرب والصين هي علاقات جيدة جدا، وهذا أحسن رصيد للتشجيع على العلاقات الاقتصادية. ثانيا المغرب والصين أبرما خلال 40 سنة الماضية أو أكثر عدد كبير من الاتفاقيات في جميع المجالات التي توفر الإطار القانوني وتعطي الضمانات
الكافية للتجار ولرجال الأعمال وللشركات للقيام بالمبادلات التجارية والقيام بالاستثمارات بكل أمان وبجميع الضمانات. ثالثا، هناك الآن كما قلت مشاريع قطاعية مهمة جدا أطلقها المغرب، مثلا في قطاع الذي أشرت إليه هو قطاع السيارات بصفة عامة. المغرب أطلق مشروع يعني تصنيع السيارات منذ أكثر من 20 سنة، والآن نحن وصلنا إلى إمكانية تصدير حوالي 1 مليون سيارة كل سنة، وهذا رقم مهم. بطبيعة الحال هناك الآن توجه استراتيجي نحو السيارات يعني الكهربائية. الصين لديها التكنولوجيا ولديها المعرفة ولديها المهندسين. المغرب لديه خبرة راكمها منذ أكثر من 20 سنة، ولديه كذلك ما هو مهم جدا وهو المادة الخام، لأن لتصنيع البطاريات الذي هو الجزء الأهم صحيح. في السيارة الكهربائية لابد من مادة خام من بعض المعادن التي نقول عنها المعادن النفيسة أو المعادن القليلة، وهناك مادة أخرى مهمة جدا وهي الفوسفات. أحد مشتقات الفوسفات يستعمل في صناعة بطاريات السيارات، والمغرب كما تعلمون ربما يتوفر على 75% من الاحتياط العالمي للفوسفات، له من الفوسفات ما يكفي للتصدير لأكثر من 700 سنة الآن. فهذان العاملان يجعلاني بصفة طبيعية من الصين والمغرب شريكان طبيعيان بالنسبة للمشاريع المستقبلية في ميدان صناعة السيارات الكهربائية أو التي تشتغل يعني في نفس الوقت بالكهرباء وبالديزل العادي. ونحن نتطلع إلى مشاريع جد طموحة خلال يعني الشهور والسنوات القبيلة إن شاء الله. يعني أسواق وتعاون، مجالات التعاون واسعة جدا. نعم، وأيضا يعني نعلم تم عقد منتدى التعاون الصيني الإفريقي مؤخرا في بكين، وأيضا يعني تحت عنوان تكيف من أجل تعزيز تحديث وبناء مجتمع مسيرة مشتركة رفع المستوى بين الصين وإفريقيا. فالمغرب كدولة في شمال إفريقيا ونموذج للصداقة الصينية الإفريقية، ما هو فهمكم يعني لموضوع هذه القمة؟ أولا، هناك معطى يعني أساسي، وهو أن إفريقيا كانت دائما تشكل أولوية للسياسة الخارجية للمغرب. نعم. من ناحية الاقتصادية ومن ناحية السياسية ومن ناحية الثقافية ومن ناحية الإنسانية، وربما أعطي بعض الأمثلة على ذلك. إفريقيا أصبحت كذلك تشكل أولوية في السياسة الخارجية للصين، ومنذ إنشاء هذا الإطار للاجتماع وللتعاون وهو منتدى الصين إفريقيا سنة 2000، المغرب كان دائما من المساهمين الناشطين في هذا المنتدى من خلال حضور رفيع المستوى في جميع الاجتماعات، ومن خلال القيام بمبادرات وتقديم تصورات لتفعيل هذا المنتدى في شكل إيجابي ولمصلحة الصين وإفريقيا. وبطبيعة الحال نظرتنا إلى التعاون مع إفريقيا ومستقبل إفريقيا في المغرب يعني تتطابق إلى حد كبير مع المبادرات والتوجهات
التي اتخذتها الصين بقيادة فخامة الرئيس تشي جين بينغ. هناك الآن رغبة في الاستفادة من التجارب الصينية في عدد من المجالات التي نجحت فيها الصين منذ 20 أو 30 سنة، وهناك بطبيعة الحال رغبة من الدول الإفريقية لاستقبال واستقطاب الاستثمارات الصينية، بحكم أن الشركات الصينية والدولة الصينية لها يعني إمكانيات مالية مهمة جدا، ويود القادة الأفارقة الذين حضروا هنا والدول الإفريقية والقارة فيها تود أن تستفيد من جزء لا بأس به من هذه الاستثمارات. وهذا المنتدى الذي اجتمع مؤخرا ببكين كان ناجحا بجميع المقاييس. أولا كان ناجحا من ناحية عدد الحضور، لأن كان هناك أظن أكثر من 40 رئيس دولة وعدد كبير من رؤساء الحكومات والوزراء، يعني هذا مقياس كذلك للنجاح. ثانيا كان المنتدى ناجح بنتائجه التي أعطت دفعة جديدة للعلاقات بين الصين وإفريقيا، ووضعت تصور لمستقبل هذه العلاقات خلال الثلاث سنوات المقبلة، وكذلك برنامج عمل. وكان ناجحا كذلك بالمبادرات والإعلانات التي قدمها فخامة الرئيس تشي جين بينغ خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى. منتدى الصين إفريقيا أصبح حدث عالمي يترقبه كل الدبلوماسيين وكل السياسيين مرة كل ثلاث سنوات. وكان هناك بطبيعة الحال كذلك اجتماعات متتالية ما بين الفترتين لمتابعة آليات وبرامج التعاون والتضامن ما بين الصين والدول الإفريقية. نعم، وأيضا سعى السفير يعني السؤال الأخير، اعتمدت الدورة الكاملة الثالثة للجنة مركزية العشرين لحزب الشيوعي الصيني قرار بشأن تعميق الإصلاح على نحو شامل لدفع تحديث الصيني النمط، فحسب اعتقادكم كيف يمكن تعزيز تبادلات تجارية واقتصادية بين الجانبين في ظل تعميق الإصلاح للجانب الصيني؟ كما قلت في الأول، أظن أن المغرب والصين يعني يؤمنان بالمجتمع الدولي مبني على الانفتاح ومبني على تكثيف المبادلات التجارية وفتح الأسواق. بطبيعة الحال هناك كذلك ضرورة لاحترام خصوصيات كل دولة وربما حماية بعض الاقتصادات الناشئة أو بعض القطاعات الناشئة في بعض الدول. بطبيعة الحال هناك طموح كبير بالنسبة للمغرب وبالنسبة للدول الإفريقية بصفة عامة أن ينفتح السوق الصيني للمنتجات المغربية والمنتجات الإفريقية بصفة عامة، وهناك مجهود الآن يتم القيام به لاستكشاف ما هي فرص التصدير إلى السوق الصيني بالنسبة للمنتجات المغربية في عدد من القطاعات، القطاع الفلاحي، قطاع الصناعات التقليدية الذي هو مهم بالنسبة للمغرب. أشرتم إلى الزخرفة ورائي، ولكن هناك المغرب ينتج عدد كبير من المنتجات التقليدية اليدوية كالزرابي كالفخار كالجلد كالأتات كمواد تجميل إلى آخره. فنحن نتطلع إلى أن ينفتح السوق الصيني أكثر بالنسبة للمنتجات المغربية، وكذلك نريد أن يتم استغلال جميع الفرص للرفع بمستوى المبادلة التجارية
بين المغرب والصين. أريد أن أذكر أن الصين هي الشريك التجاري الثالث للمغرب في العالم والشريك الاقتصادي الأول في آسيا. نتمنى الآن أن نجد فرص لمحاولة التخفيض من العجز المسجل في الميزان التجاري. يعني هناك آفاق جد واعدة للتبادل التجاري وللتبادل الاقتصادي وكذلك التعاون في الميدان المالي، هذا مهم جدا. كذلك في المغرب نتطلع أن نشتغل مع الصين نحو القارة الإفريقية. المغرب كما قلت له علاقات تاريخية مع الدول الإفريقية في على جميع المستويات، ويمكن أن نشتغل مع الأصدقاء في الصين في برامج للتعاون الثلاثي لفائدة الشركاء في إفريقيا في ميدان التكوين، في ميدان الصحة، في ميدان المحافظة على الماء، في ميدان الحكامة، في عدد من الميادين اللي المغرب يتوفر على تجربة معترف بها دوليا، والصين لها كذلك تجربة محترمة جدا، ويمكن أن نفيد الشركاء في إفريقيا من هذه التجارب في المغرب وهذه التجارب الناجحة في المغرب وفي الصين. نعم، شكرا جزيلا سعد السفير على هذه معلومات وتعليقات القائمة حول علاقات بين الصين والمغرب، وأين نشكركم مرة أخرى على مشاركتكم وحضوركم في برنامج الصين المال والأعمال. شكرا جزيلا على استضافتكم، وأتمنى أن أكون قد أجبت يعني بكل وضوح على أسئلتكم، وأن يكون هذا البرنامج قد أفاد المشاهدين الكرام لقناتكم المحترمة. شكرا جزيلا سعد السفير. إذا رجعنا لكم من جديد الأصدقاء، كنتمنى يكون الفيديو ديال اليوم نال الإعجاب ديالكم. كما العادة دائما خليكم على قناتنا وقناتكم ام بي طوب باش دائما توصلوا بآخر ما هو جديد عن مغربنا الحبيب، فما عليكم غير الضغط على زر الإعجاب وزر الاشتراك والجرس باش توصلكم جميع الإشعارات ديال الأخبار ديالنا والتحليلات والنقاشات على قناتنا وقناتكم ام بي طوب. نتلاقاو في فيديو قادم وخبر قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.